فلتستفد زيرو منهم ولا تحتار. أسمع كاتو، أنا أسمو أسكارا. أسمع يزورو هاتي دودو تياسجن في مالك أبرقك مالك عداك بسطرة. مع السلامة. أطفالنا يهدوك من أجمل الأفكار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فارما من مدينة أبها. من الصحيح يا زيرو تأكل وانت جالس. أطفالنا يهدوك من أجمل الأفكار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم شباب حنين من الأرنب. من الصح يا زيرو الصدق والأمانة، ومن الخطأ يا زيرو الكذب والخيانة. إلى اللقاء. أطفالنا يهدوك من أجمل الأفكار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ربا ماجد العسيري من الطائف. من الصح يا زيرو عدم نشر الأخبار قبل التأكد من مدى صحتها. ومن الخطأ يا زيرو نشر الأخبار وعدم التأكد من مدى صحتها. أتمنى يا زيرو أنك استفدت من هذا المقطع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطفالنا يهدوك من أجمل الأفكار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي رنيم القرني. اسمي نزون القرني. من مدينة جدة. من الصح يا زيرو أن تغرس شجرة. ومن الخطأ يا زيرو أن تنزع شجرة. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرس فسيلة حتى لو قامت القيامة. مع السلامة. أطفالنا يهدوك من أجمل الأفكار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا صفية من تبوك. من الصح يا زيرو أن تكون دائما سعيد. ومن الخطأ يا زيرو أن تكون دائما عوز. قال الرسول صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. مع السلامة. أطفالنا يهدوك من أجمل الأفكار. السلام عليكم. معكم شادن العمري من جدة. من الصح يا زيرو أن تغسل يديك قبل الطعام. من الخطأ يا زيرو ألا تغسل يديك قبل الطعام يا زيرو. مع السلامة. أطفالنا يهدوك من أجمل الأفكار. فلتستفد زيرو منهم ولا تحتار. من منطقة الرياض. من الصح يا زيرو أن تحترم الكبار وتعطف على الصغير. من الغلط يا زيرو عدم احترام الكبير وعدم العطف على الصغير. إلى اللقاء. أطفالنا يهدوك من أجمل الأفكار. السلام عليكم. أنا ريتال الغامدي من مدينة الرياض. من الخطأ يا زيرو أن تعصي والديك. ومن الصح يا زيرو أن تبر والديك. ومع السلامة. أطفالنا يهدوك من أجمل الأفكار. السلام عليكم يا أصدقائي. أنا كرزة. كيف حالك يا زيرو؟ كرزة لا تنسي ترتيب ألعابك. أوه لقد نسيت فعل ذلك. حاضر. إليك هذه النصائح يا زيرو. 1- احرص على أداء الصلاة في وقتها يا زيرو. 2- لا تنسى الإنفاق والصدقة على الفقراء والمحتاجين. وأخيرا يا زيرو احرص على الإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن. وإلى اللقاء. كان معكم سارة العتيبي. أطفالنا يهدوك من أجمل الأفكار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم روز عبد الرحمن الزغابي وعبد الله عبد الرحمن الزغابي من المدينة.
الأخلاق السيئة، والله والرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم مكارم الأخلاق. فعليك يا زيرو أن تتصف بالأخلاق الحسنة مثل الصدق والأمانة واحترام الكبير، وعليك أن تتجنب الأخلاق السيئة مثل البخيل وعدم احترام الكبير. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم منزلا مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا في الدنيا والآخرة. أطفالنا يهدوك من أجمل الأفكار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم راما من الرياض. نصح يا زيرو أن تحترم الكبير، ومن الخطأ يا زيرو أن تعامل الصغيرة بقسوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطفالنا يهدوك من أجمل الأفكار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بشرى من المدينة. من الخطأ يا زيرو أن تأخذ أغراض الناس، ومن الصح يا زيرو أن تأخذ أغراضك، وإلى اللقاء. أطفالنا يهدوك من أجمل الأفكار. من أجمل الأفكار. ما شاء الله عليكم، ما شاء الله. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.